حلقة جديدة النهاردة، فيديو جديد هنتكلم فيه عن القراءة العاطفية لبرج العقرب، وهنتكلم عن أهم النصايح والتحذيرات لبرج العقرب لشهر يعني من منتصف مايو لمنتصف يونيو. يعني النهاردة هنتكلم عن القراءة لمدة شهر من دلوقتي، يعني من يوم 16 أو 17 مايو لحد يوم 17 يونيو. كالعادة بليز ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى فيسبوك، وتقولوا لي بتتفرجوا عليا من فين وانتم برج ايه. استنى يا جماعه كده بس ما احط حاجه ورا ظهري. طيب برج العقرب. طبعا عايزه اشكر برج العقرب لان برج العقرب عامل اعلى نسبه مشاهده في شهر مايو هو برج العذراء، هم بيتربعوا على قمه المشاهده، فشكرا يا برج العقرب. عشان كده ده تاني فيديو نعمله لبرج العقرب الاسبوع ده. طيب ايه اهم الطاقه المسيطره على برج العقرب؟ برج العقرب الفتره دي شايفاك مركز جدا جدا على مستقبلك، مركز على شغلك، عندك هدف مهم في حياتك او عندك حاجه نفسك تحققها، فانت سايب كل حاجه في الدنيا ومركز على الهدف ده، ودي حاجه كويسه جدا يا برج العقرب. فانا شايفاك كل تركيزك وكل طاقتك راحه ان انت تنجح في شغلك، راحه ان انت تحقق حاجه معينه، رايحه ان انت تكبر من نفسك، راحه ان انت تحقق امنيه معينه، ودي حاجه كويسه جدا بتمناها لبرج العقرب. فشايفاك مركز في شغلك جدا، سايب كل حاجه، سايب مركز على نفسك، مركز على طاقتك انت يا برج العقرب. عايز تعمل حاجه كويسه، عايز توصل لحاجه كويسه، عايز الناس كلها تسقف لك، فانت بترمي كل حاجه في الدنيا علشان تتاكد ان انت ماشي في الطريق الصحيح في موضوع العمل. تاني حاجه يا برج العقرب، ممكن تكون بتشعر بحاجه ليها علاقه في الهضم، يعني ممكن تشعر مثلا بهبوط حاجات، يعني شويه مشاكل صحيه، فخلي بالكم من صحتكم يا برج العقرب. يعني ممكن تكون بتدوخ بسرعه، عندك هبوط، عندك كسل، عندك تباطؤ، فخلي بالكم من صحتكم شويه الفتره دي يا برج العقرب. كلوا فيتامينز، خدوا حاجات مغذيه، كلوا فواكه خضروات، حاولوا تبعدوا عن اي حاجه نوت هيلثي. طيب تالت حاجه مشكله عند برج العقرب الفتره دي هي ازمه ماديه. برج العقرب للاسف عندك ازمه ماديه، ممكن تكون كمان مديون او بتاخد فلوس من حد، او عندك مشاكل ماديه مخلياك مش مبسوط يا برج العقرب، مخلياك مش مركز. العقرب من الابراج اللي ما بيحبش يحس ان هو محتاج لحد، ما بيحبش يحس ان هو عنده ضائقه ماليه وان هو محتاج ياخد فلوس من حد، او محتاج مستلف من فلوس من حد، او محتاج يقترض فلوس من حد، فدي حاجه مضايقاك ومزعلاك. فللاسف العقرب من اول السنه هو عنده ضائقه ماليه او عنده ازمه ماليه مأثره عليه نفسيا شويه. طيب شايفاك بتعمل ايه برج العقرب؟ شايفاك بتبذل اقصى ما في جهدك علشان تنجح في عملك، يعني بتحاول ان انت ما عندكش اي اوبشن تاني غير ان انت تنجح في عملك، فانت مركز كل تركيزك ان انت تعمل حاجه كويسه في شغلك يعني. طيب تعالوا بقى نتكلم عن طاقه برج العقرب في الحب. كالعاده يا جماعه بليز ما تنسوش تقولوا لي الكلام ده بيتفق معاكم ولا لا، وتقولوا اتفرجوا عليا من فين انتوا برج ايه. طيب برج العقرب انت عندك حبيب او عندك شخص انت قررت ان انت تتجاهله، او قررت ان انت تبعد عنه، او قررت ان انت تمشي وتسيبه لاسباب كثيره جدا انا هقول عليها دلوقتي. ممكن يعني لمعظمكم هتكون هذه هي الاسباب اللي خليتك تبعد عن الشخص ده. رقم واحد، ان انت حاسس ان انتوا مش متناسبين لبعض في الفتره دي، او حاسس ان مشاعرك اتغيرت من ناحيته، او حاسس ان هو اعلى منك الفتره دي فانت بتتالم او مش عارف تعمل حاجه، يعني شايف ان انت او ممكن تكون كمان الازمه الماليه او الازمه الماديه او المشاكل الماديه اللي عندك تبوظ العلاقه دي، او انت حاسس ان انت مش هينفع ترتبط، او مش هينفع تدي اي وعود وانت عندك مشكله ماديه. فبالتالي شايفاك يا برج العقرب كانك ماشي بتقول له انا اسف، انا مش هقدر اكمل، انا مش هقدر امشي معاك. حتى ممكن تتجاهله من غير ما تتكلم معاه، اللي هو بقى فجاه الاهتمام هيتحول ان انت تختفي، ان انت تركز في شغلك، تركز في عملك، علشان انت مش قادر تكون معاه وانت في هذه الحاله الماديه. فشايفه ان حالتك الماديه مأثره على تركيزك في الحب، يعني انت مش بتحب او مش عايز تعيش قصه حب، او مش عايز ترتبط، او مش عايز تعلق نفسك بحد، علشان انت ماديا يا برج العقرب عندك مشكله ومحتاج فلوس، او محتاج تحس بالامان المادي عشان تحس بالامان العاطفي. طيب انت مشاعرك ناحيه الشخص ده ايه؟ لا انت بتحبه على فكره الشخص ده، انت عندك مشاعر من ناحيته، حاسس ان هي علاقه بوتنشال، علاقه ليها مستقبل، علاقه ليها فيوتشر، بس انت شايف ان انت مش قادر تاخد خطوه الارتباط دلوقتي، فقررت ان ده مش الوقت المناسب للعلاقات. يعني انا شايفه ان انت خايف من الكوميتمنت، خايف من الارتباط، خايف من ان انت تتعلق بالشخص ده، فانت خايف من قربك ليه، خايف ان انت كل ما تقرب ليه ان انت تتعلق بيه اكتر، مش هيبقى صعب ان انت تبعد عنه. فانت قررت يا برج العقرب ان انت يعني كانك انت بطلت تهتم بيه، لما بيكلمك مش بترد عليه، بتحاول ان انت تبعد عنه بطريقه غير مباشره،
بتراقبه، او هو بيراقبك على فكره جدا يا برج العقرب، على فكره الشخص ده بيحبك جدا جدا جدا، وبيفكر فيك وبيدعي لك ونفسه يقرب منك ونفسه فرصه معاك على فكره، وهو مش فاهم انت بتعمل كده ليه للاسف. هو يعني ده رساله لاي حد بتطلع على برج العقرب. لا برج العقرب بيحبك على فكره، بس هو مخبي مشاعره وهو مش قادر يعترف بمشاعره. برج العقرب من نوعيه الناس اللي هو مش هيعترف بمشاعره لما يكون قدها، فبالتالي هو مش عايز يخسرك، فهو قرر ان هو يعني مثلا يتعاملك كانكم اصدقاء، او يعاملك كانكم مفيش حاجه ما بينكم بالرغم من حبه. هو بيداري مشاعره، هو شخص كتوم جدا، عقرب شخص كتوم، انت عقرب كتوم جدا، فانت بتداري مشاعرك علشان انت مش عايز يعني مش عايز تدخل في علاقه وانت مش مستعد لها، فانت مش مستعد للحب دلوقتي يا برج العقرب. طب شريك حياتك بيعمل ايه الفتره دي، او الشخص اللي انت بتحبه بيعمل ايه، او حبيبك بيعمل ايه يا برج العقرب؟ هو منتظرك، هو منتظر ان انت تتكلم معاه، منتظر ان انت تاخد خطوه من ناحيته، منتظر ان انت تاخد قرار انت هتقرب ولا هتبعد، منتظر فرصه، منتظر يتكلم معاك، او هو حاسس ان انت بدات تتجاهله. الموضوع ده جرحه جدا، هو يشعر بالجرح لدرجه ان هو بيفكر ان هو يعني ينساك، او يفكر ان هو يمشي، او يفكر ان هو يهتم بحد تاني. وعلى فكره شريك حياتك او الشخص اللي انت بتحبه عنده طرف تالت، يعني هو عنده شخص مهتم بيه، عنده شخص بيحاول يقرب منه، عنده شخص قريب منه اوريدي، ففي طرف تالت في العلاقه دي بس من ناحيته هو. فخد بالك يا برج العقرب عشان ما تخسرش الشخص ده، يعني هو منتظر احساس ان هو يحس. هو على فكره شخص صبور، يعني هو عنده استعداد يصبر معاك، عنده استعداد يستناك، عنده استعداد يحاول معاك، بس انت مش مديله فرصه. بس هو شخص طيب، شخص صبور، شخص عنده ثقة في نفسه، شيك لبق، بيلبس حلو، يعني شكله حلو جذاب، وانت كمان شايف نفسك جذاب الفترة دي، او انت هتبقى جذاب جدا يا برج العقرب في الشهر ده، يعني هتبقى حاسس بقيمة نفسك، عندك ثقتك في نفسك هترجع تاني بالرغم انها كانت مهزوزة الفترة اللي فاتت. لا انت حاسس بشكلك، حاسس بقيمتك، حاسس بجاذبيتك، فيعني ثقتك في نفسك هترجع كده تتضخ تاني. شايفاك منتظر حاجة، عندك طاقة انتظار برضو يا برج العقرب. انا كمان شايفاك منتظر هو هيعمل ايه يعني، بس انتوا الاتنين عنيدين، واضح ان الشخص ده عنيد برضو، فهو هيعند معاك الفترة الجاية، وانت كمان لما هو هيعند معاك انت هتقرر ان انت تعند معاه. طيب هو مشاعره ايه بناحيتك؟ هو بيحبك جدا وعايز يرتبط بيك ارتباط رسمي. ماشي يا جماعة، عمر بيكلم، هو عايز يرتبط بيك ارتباط رسمي، عايز تبقى، هو بيحبك بس بيحاول يهرب برضو من المشاعر دي، لان هو كرامته ناحيه تاني. الشخص ده عنده كرامه وعنده عزه نفس وكبرياء عاليين جدا، فهو حاسس ان انت مش مراعي مشاعره، حاسس ان انت مش مراعي، مش مهتم بيه، فهو برضو ممكن يكون قرر ان هو يتجاهلك، يركز على نفسه، يركز على طموحاته. فهو كمان هيركز، هيقول اشمعنى هو، فهو هيركز في عمله، هيركز في نجاحاته. الشخص ده شخص ناجح، شخص عنده طموح، هو شخص طموح برضو زيك يا برج العقرب. هو بيحب فيك ان انت تلقائي، ان انت متواضع، ان انت طموح، فهو كمان هيركز في شغله، او هيحاول ان هو يتناساك بس مش هينساك، يعني هو هيدعي او هيحسسك او هيخليك تفكر ان هو انت مش في دماغه، ان هو عايش حياته وان هو سعيد، بس بالرغم من ذلك هو بيفكر فيك كتير جدا، هو يعني انت في باله برج العقرب، هو عايز يقرب منك بس هو كرامته ناقعه عليه. قولوا لي القراءه دي بتتفق معاك ولا لا، والناس بتصنط على برج العقرب، قولوا لي انتوا برج ايه، وحاسين فعلا ان برج العقرب يتجاهلكم ولا لا، ومش مبين مشاعره وكتوم جدا وغامض. على فكره العقرب من اصعب الابراج في التعامل معاه. استنوا فيديوز كتير هنعملها مع برج العقرب، وازاي تتعاملوا مع برج العقرب، واهم صفات وعيوب برج العقرب في الفتره الجايه. I love you all. ما تنسوش بليز تعملوا شير كتير كتير لاي حد تعرفوه من برج العقرب او مرتبط بحد من برج العقرب. بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديده. بشكركم واشوفكم فيديو تاني. باي باي، مع السلامه.